كيف تطورت الكائنات الحية إلى وضعها الحالي الدقيق والمعقد القادر على كشف سر نشوئه؟ كانت الأرض قبل 4 مليارات من السنين بمثابة حديقة عدن مليئة بالجزيئات، ولم توجد أي حيوانات مفترسة، وعملت بعض هذه الجزيئات على التكاثر الذاتي دون مهارة، وتنافست على أحجار البناء، وبالتالي خلقت نسخا غير متقنة من ذاتها. ومع ذلك فإن التطور سار خطوات إلى الأمام حتى على المستوى الجزيئي، ومع مرور الزمن أصبح التكاثر يتم بشكل أفضل. وفي نهاية المطاف اتحدت الجزيئات ذات الوظائف المتخصصة بعضها بالبعض الآخر، مكونة نوعا من التجمع الجزيئي هو الخلية الأولى. وقد حدث قبل 3 مليارات من السنين أن 2 من الخلية الأولى انضمتا معا. يبدو أن الجنس اخترع قبل ما يقرب من 2 إلى 3 مليارات سنة، ولابد أن التطور كان بطيئا إلى حد ثقيل. ومع اختراع الجنس أصبح من الممكن لكائنين عضويين مختلفين تبادل فقرات وصفحات وكتب كاملة من شفرة كل منهما، وإنتاج أنواع جديدة جاهزة للانتقاء. تنخرط العضويات المنتقاة في الجنس، لكن تلك التي لا تجد هذا ممتعا أو مهما سرعان ما تنقرض. ولا ينطبق ذلك على الميكروبات قبل 2 مليار سنة فقط، فنحن البشر نملك أيضا رغبة ملموسة في تبادل أجزاء من الـ DNA.